والله أنا كثير متوتر، مزاجي دايما معكر هالأيام. بروق مرة مثل اليوم اللي قضيناه مع بعض، بس تاني يوم بتصير شغلة بتزعجني، ما بعرف شو بيصير، بيتغير كل شي فجأة. هذا الشي كتير طبيعي، انت بتعرف ضغط الشغل يلي نحن فيه، معك حق تتعب. هالشغل كبرني قبل أواني. يمكن في شغلات تانية عم تتعبك بس مانك عم تعترف، مثل انفصالك عن خطيبتك مثلا. لا هالشي ريحني ما تعبني أبدا، ما بتتخيلي شو ارتحت بعد ما تركنا بعض. أصلا أنا تأخرت بهالخطوة. أمي عطول بتقلي كل العلاقات بتبلش تتجه نحو النهاية من أول يوم بتبدأ فيه. يعني العلاقات حسب وجهة نظرة إلى مدة صلاحية. لكن منيح اللي انتهت على بكير. بس إلا ما تكون زعلت على شيء. ماني زعلان، لأنه علاقتي مع فيروز مو هي العلاقة اللي كنت عم بحلم فيها. بالعكس كانت غلطة كبيرة، أنا بحلم بحب كبير وقوي، يعني حب يحافظ على قوته وناره لو شو ما صار، وكمان أهم من هيك لازم يحسسني بالأمان والهدوء. عم تطلب شغلات كتيرة وصعبة. أنا عم بحلم بمرة سلمها نفسي وأوثق فيها كل الثقة، وحاسس رح لاقيها عن قريب. إن شاء الله بتلاقيها. بدر بيك نحن تأخرنا. عم تطلعي على ساعتك على طول من أول ما وصلنا، بس أنا بدي أقعد معك شوي. شو رأيك؟ ما حابة أتأخر على جنبك. خلص بنمشي. واضح انه فيروز خانم كانت تزعلك كتير. عمر شتالجي هو سبب انتهاء علاقتكم مو هيك؟ لا مو هو، علاقتي فيها منتهية من زمان كتير قبل ظهور عمر. هذا الشخص قصته قصة تانية. ألو؟ مو على أساس بدك تحكي مع عمر؟ وعدتني إنه ما تخليني أشوفه؟ لحظة بس، شوفي اجا لعندي على الاتليه، كنت رايحه مشان اشوف الصال العرس وما لقيته غير هني. وشو صار؟ كنت رح اتورط وقول له كل شيء، ولو ما وصل مؤيد بالوقت المناسب كنت حكيت له كل القصه. شو هالحكي هذا؟ وحتى تخانقت مع مؤيد بسبب هالقصه، مشان الله خلصني منه يا بدر. لازم يروح بسرعه من هون، ما بدي يطلع قدامي مره ثانيه. ماشي حبيبتي، انا رح حل هي المشكله. مشان الله ريحني منه. خلاص بانا لا تاكلي هم، انا رح اتصرف فورا. هلا بحاول اتصل فيه مره تانية. ايه اها ماشي، لا تزعلي حالك، انتبهي على حالك منيح، بنحكي بعدين. مرحبا. مرحبا. ليش حضرتك ما اجيت على الرحلة؟ كتير انبسطنا. والله ما قدرت، بتعرفي أنا بنهاية الأسبوع بشتغل. هاي القصة دائما بتتحجج فيها والكل حفظوها. مجبور على هالشغلة. عم تعطي دروس؟ يعني في عندي طالبين ثلاثة، بس هلأ محتاج إني زيدهم. أعطيني نسخة من الإعلام، ممكن أمن لك زباين عنا، الناس الموجودين هنيك أغنية. يعني بيدفعوا؟ إيه مزبوط، فيك تقول هيك شي. أنت قديش بتاخد على الدرس؟ 500 ليرة. مو معقول، بس هيك بتاخد؟ شو كتير؟
بالعكس قليل. برأيي طلب منهم ألف على الأقل. شو هذا الحكي اللي عم تحكي؟ لك لازم ترفع السعر مشان يعتبروك مدرس مميز. هاي أول نصيحة مني لإلك. هاي القاعدة مو مزبوطة. أنا إذا بدي أعمل لك دعاية بالنادي تبعنا لازم تطلب هذا المبلغ. مستوى دخل الناس هنيك كتير منيح وبيدفعوا بدون حتى ما يفكروا. بس أنا ماني متعود أخذ أكتر من حقي، هذا ما بيجوز. مؤيد مو معقول تفكر بهالطريقة. طيب أنت ليش عم تشتغل ومشان شو؟ أنا عم أشتغل مشان أربح. إذا بدك تربح انسى العدل. هذا الدرس من بيت سنانير. كيفك مع الرياضة؟ والله بهالأيام ما عندي رياضة إلا المشي مع الأسف. ليش عم تزعلي؟ إذا بدك فيني دبر لك شغل بالنادي، شو رأيك؟ شو فيني اشتغل بنادي الجولف تبعكم؟ ولد شناتي شو؟ هي بتربحك مصاري كتير، وعم بحكيك عن جد. بعدين في شيء أهم من المصاري اللي هو علاقتك برجال الأعمال. هدول دائما بيعملوا لقاءاتهم وهن عم يلعبوا جولف عنا. منه بتصير بتتعلم منهم ومنه بتعبي جيابك. فكر بالموضوع مؤيد، بهذا الشغل يمكن تصير أقرب شخص لإلهم. برأيي هذا الشغل مناسب لطالب وضعه مثل وضعك أنت. والله كلامك مقنع، بس أنا بعرفك وبعرف شو اللي بيناسبك. أنت شخص طموح كتير. لكن بعد المحاضرة منروح على النادي فورا، بابا هونيك بتشوفه وبتتعرفوا على بعضكم. ماشي يلا قومي لأنه تأخرنا كتير على المحاضرة. حاضر. لا تنظر.